السلام عليكم أحبتي وأصدقاء متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية. وجيناكم بآخر أخبار الكرة العراقية، خليكم وياي. خيسوس كاساس مدرب منتخبنا الوطني صرح للصحافة الإسبانية قالا: هدفنا هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، وهذا سبب تعاقد معنا الاتحاد العراقي، لأن المنتخب العراقي قد واجه ضغوطات كبيرة في بطولة كأس الخليج اللي أقيمت في محافظة البصرة، وعندما حققنا لقب البطولة لم نستطع أن نستوعب العدد الكبير من الناس الذين خرجوا إلى شوارع للاحتفال. أي نعم، هناك صعوبات في إعداد قائمة نهائية للاعبين العراقيين بسبب وجود الكثير من اللاعبين المحترفين خارج العراق، لذلك أسعى العمل بجد من أجل الظفر باللاعبين الأفضل واللي يستحقون ارتداء قميص منتخب العراق في الاستحقاقات القادمة. هذا سيمثل كل من المدرب خيسوس كاساس ومدير الإداري منتخبنا الوطني مهدي كريم العراق في قرعة كأس آسيا اللي راح تقام يوم الخميس القادم في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق المراسم عند الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بغداد، وتحتضنها دار الأوبرا في العاصمة القطرية الدوحة. يشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم التاريخيين في قارة آسيا ليشارك في عملية سحب القرعة. هذا سيتم تقسيم المنتخبات إلى 24 فريق للمشاركة في البطولة على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل لدور 16 أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب الأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علما أن المباراة النهائية تقام بتاريخ 10/2/2024. وبما أن منتخبنا الوطني قد وضعه التصنيف الفيفا في المستوى الثاني على القارة الآسيوية، رسميا منتخبنا الوطني سيواجه أحد المنتخبات الستة الكبار في آسيا، وهم كل من إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية، أستراليا وقطر. إذا على الاتحاد العراقي الإسراع بإكمال بعض لاعبين المحترفين في أوروبا ووضعهم على وجه السرعة للمنتخب لكي نستقر من الآن ونختار أسلوب وطريقة لعب اللي تناسب عناصر لاعبين منتخبنا الوطني والمدرب كاساس. هذا قد وضع خيسوس كاساس اللاعب كيفن يعقوب في مقدمة اللاعبين اللي طلبهم بالتواجد مع منتخبنا الوطني في أقرب استحقاق، حيث واجه كاساس وطالب بتواجده مع المنتخب الوطني. اللاعب كيفن يعقوب اللي عمره 22 عام، قيمته السوقية الآن أصبحت 1 مليون يورو، ويجد اللعب في مراكز متعددة. أما اللاعب ريبين سولاقة، حيث أكدت المصادر أنه لم يكن هناك أي اتصال بين مدرب منتخبنا الوطني كاساس واللاعب ريبين سولاقة لغرض إقناعه بالعودة لتمثيل منتخبنا الوطني، رغم الشائعات الكثيرة متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا شيء من هذا الحدث أبدا. هذا ولا زالت مشكلة تحير مدرب منتخبنا الوطني كاساس اللي يعاني من صعوبة تطبيق النظام الغذائي على أغلب لاعبين منتخبنا الوطني، لأنهم لا يلتزمون بالنظام الغذائي اللي فرضها عليهم. يعني شلون يا ضرابين الباتشا والدولمة؟ في حين صرح مدرب منتخبنا الأولمبي الكابتن رادشنيشر قال: نسعى بجد في إكمال جميع أوراق الرسمية الخاصة باللاعبين المحترفين ليكون بيئتهم الجاهزية لتمثيل أسود رافدين في المرحلة المقبلة، ويشكل قوة مضاعفة تنفع المنتخب الأولمبي في المستقبل والنافع يعود للمنتخب الوطني. هذا سنقدم بتاريخ 10/5 قائمة أولية بطولة غرب آسيا المكونة من 50 لاعب، ونأمل في البطولة تحقيق نتائج إيجابية ونتابع مباراة الدوري الممتاز والدرجة باستمرار، كذلك أعضاء الملاك التدريبي للوقوف على الجاهزية التامة للاعبين من الجانبين الفني والبدني، مع تدوين أسماء الذين باستطاعتهم تقديم الإضافة للمنتخب الأولمبي في الاستحقاقات القادمة. أما عن مدرب منتخبنا الشباب الكابتن عماد محمد، وبعد اختتام معسكر إسبانيا حيث صرح قائلا أن الرؤية الآن أصبحت واضحة، الجهاز الفني التدريبي بخصوص جميع اللاعبين، خضنا مباريات جيدة أمام منتخبات ومدارس مختلفة، بالإضافة إلى مباراتنا مع نادي ريال بيتيس حيث قدم فيها معظم اللاعبين مستويات مطمئنة، ومن بينهم الأسماء المحترفة التي التحقت بالمنتخب في هذا المعسكر. معسكرنا قد شهد تجربة عدد من اللاعبين، من بينهم لاعبون صغار نعدهم لمنتخب شباب المقبل. هذا سيعد منتخبنا التجمع في بغداد يوم 7 من هذا الشهر بعد العودة من إسبانيا، حيث تخلى المعسكر مغلق يخوض فيه مباراة واحدة مع أحد أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. من بعد ذلك سيتم الإعلان عن قائمة أسماء اللاعبين الذين سيتواجدون في نهائيات كأس العالم في الأرجنتين
يوم 10 من هذا الشهر، بعدها سنغادر الأرجنتين في 15 أو 16 من هذا الشهر إن شاء الله. هذا وكان معسكر إسبانيا، يعتبر معسكرات الناجح لمنتخبنا الشبابي، حيث خاض منتخبنا الشباب مباريات على مستوى عالي مع منتخبات ومدارس مختلفة. في المباراة الأولى أمام الدومينيكان فاز منتخبنا الشبابي 3-2. المباراة الثانية مع المرشح الظفر بكأس العالم الشباب البرازيل، واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. المباراة الثالثة أمام الشباب ريال بيتيس، والتي انتهت بالفوز 3-1. أما المباراة الأخيرة أمام منتخب جبل طارق، واللي انتهت بفوز شبابنا بهدفين مقابل لا شيء. نتائج المنتخب تبعث على الأمل وتعطي نتائج بوجود منتخب قوي قادم على الساحة العراقية والآسيوية. أما عن احتراف نجم منتخبنا الشبابي علي جاسم، نادي الكهرباء ينفي وصول عرض من نادي جينيت البلجيكي بقيمة 250 ألف دولار لشراء اللاعب علي جاسم. النادي أكد أن المفاوضات لازالت مستمرة، والإدارة حريصة على مستقبل اللاعب، وتمني النفس أن يكون احتراف اللاعب إلى أوروبا عن طريق بوابة نادي الكهرباء. أما عن نجم دفاع منتخبنا الشبابي آدم طالب، حيث فتح نادي تورينو الإيطالي قنوات اتصال رسمية تعاقد مع مدافع منتخبنا الشبابي آدم طالب. اللاعب قرر تأجيل المفاوضات إلى ما بعد مونديال كأس العالم. هذا ويبلغ لاعبنا آدم طالب من العمر 16 عام، ويمتلك الكثير من العروض الأوروبية بعد المستوى المميز قدمه في بطولة كأس آسيا والمباراة الودية الأخيرة. وأفضل شيء فعله تأجيل المفاوضات في هذه الفترة والتركيز في المونديال القادم لكي يحصل على عروض أكثر. هذا وإذا تم صفقة انتقال لاعبين آدم طالب وعلي جاسم للدوريين الإيطالي والبلجيكي، مع وجود لاعبين آخرين مع منتخبنا الشبابي اللي متواجدين أصلا في إنجلترا وألمانيا وهولندا، سيكون كشاف الأندية الأوروبية وعيونهم موجهة على لاعبي منتخباتنا الوطنية، وسيكون منتخب العراقي بوابة للاحتراف لكل لاعب عراقي يتألق. وبهذا ستكون صعوبة جدا على أي لاعب تمثيل المنتخب العراقي إلا إذا كان متميزا، لأن العراق فيه طفرة نوعية ستجعله يتسيد آسيا ويصبح من كبارها في المستقبل القريب إن شاء الله. أما عن دوري أبطال آسيا، فقد حصل العراق على مقعد واحد مباشر في دوري أبطال آسيا النظام الجديد بعد تقليص عدد الأندية إلى 24 نادي. هذا سيتم تطبيقه ابتداء من موسم 2024-2025.